حفظكم الله. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم القول عند الدعاء مثلا إن شاء الله يرزق فلان الولد وتكرار مثل هذا، وهل هذا يدخل تحت النهي؟ الدعاء لا تدخل فيه كلمة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، إن الله لا مكره له، فلا يأتي بالمشيئة أو يعلق على المشيئة، لأن الله جل وعلا لا مكره له، هو يعطي عطاء جزيلا ولا ينقص ذلك مما عنده، ويفرح بسؤال عباده، يفرح بإلحاح عبده ودعائه له، خلاف المخلوق فإنه يتبرم ويكره سؤال السائل، هذا في المخلوق، أما في الله جل وعلا فإنه كريم جواد غني لا ينفد ما عنده سبحانه، وهو يحب السائلين، يحب الذين يلحون بالسؤال، لأن هذا عبادة لله عز وجل، وهو كريم رحيم سبحانه وتعالى. نعم.